رمضان صبحي، ايه حكايه برومو رمضان صبحي في نادي الزمالك وبيجهزوا وبتاع؟ طيب الكلام ده مظبوط؟ الاسبوع اللي فات اتكلمنا في قصه رمضان صبحي وقلنا مفيش رمضان صبحي وبنأكد تاني مفيش رمضان صبحي، ولكن النهارده ومن امبارح لقينا بروموهات وحاجات وصور وبتاع، كل ده فوتوشوب، مفيش فيديو تقديم، مفيش حد اصلا اتكلم مع رمضان صبحي. وموضوع الصفقات يا كريم معمول عليه هولد دلوقتي جوه نادي الزمالك، ولكن في صفقات خلصانه بس زي ناصر ماهر، دي صفقه انتهت وحصل قاعده في مكان مشهور جدا في التجمع الخامس بحضور ناصر والكابتن عبد الظاهر السقا واحمد يحيى وكيل اللاعب، وحصلت مكالمه فيديو كول مع مسؤول في نادي الزمالك، الصفقه شبه خلصانه. محمد شحاته لاعب طلائع الجيش، وتم الاتفاق على مبلغ شراء اللاعب حوالي 12 مليون جنيه او 15 مليون جنيه في الرقم دوت، وصفقه برضو تعتبر خلصانه. دول الصفقتين احنا بنتكلم عليهم محليين صفقات خلصانه. امتى الزمالك يخلص الكلام ده؟ خلال فتره قريبه لما الزمالك يخلص شويه قصه يعني مديون. ملفات القيد والازمات الكتير ان الزمالك يعني ثلاث اواضي بيحاول يخلصهم، وبرضو يعني شويه حاجات كده تنتهي في نادي الزمالك. عظيم جدا.